الحمد لله الذي رفعنا بهذا الدين ونصب لخلقه الأدلة والبراهين، وأصلي وأسلم على من أمر بخفض جناحه للمؤمنين، وأسلم تسليما مزيدا على آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فتحية من عند الله مباركة طيبة عليكم أبنائي الطلاب وبنات الطالبات، منسوبي الصف الثالث الثانوي للمسار الإنساني وتحفيظ القرآن. مرحبا بكم وأهلا وسهلا في مادة النحو والصرف الرابع، ونحن في الفصل الدراسي الثاني. موضوع درسنا لهذا اليوم مراجعة للصيغ الصرفية المشتقات، وسنراجع هذا اليوم بحول الله اسم الفاعل واسم المفعول. فحي هلا بكم إلى هذه المادة. أهداف دراسة هذه الوحدة: يتوقع أنك قد درست في هذه الوحدة ووصلت إلى أن تتعرف على صياغة اسم الفاعل وأن تستخدم اسم الفاعل استخداما صحيحا، كما أنك قد تعرفت على صياغة اسم المفعول واستطعت أن تستخدم اسم المفعول استخداما صحيحا. نشاط تمهيدي: ما الحروف المشتركة في هذه الكلمات؟ تأمل معي هذه الكلمات السبع: كتاب وكتيبة، مكتب، كتب، كتاب، كاتب، ومكتوب. ما الحروف التي تكررت في هذه الكلمات ولم تتغير أبدا؟ بأدنى تأمل نلاحظ أن الحروف الباقية الثابتة هي الكاف والتاء والباء، وكلها جاءت بهذا الترتيب، وهذه نسميها في علم الصرف جذر الكلمة أو أصل حروف هذه الكلمات، أصلها الكاف والتاء والباء. وهذه الكلمات وضع لها علماء الصرف ميزانا تضبط به، وهو ثلاثة حروف هي الفاء والعين واللام. فحيث كتبت حيث ذكرت هذه الحروف الثلاثة الكاف والتاء والباء، فإنه في الميزان توضع تحتها الفاء والعين واللام، وتسمى الكاف فاء الكلمة، وتسمى التاء عين الكلمة، وتسمى الباء لام الكلمة. فمتى تغيرت شكل الكاف في الكلمة يتغير شكلها في الميزان. فمثلا كتاب، الكاف مكسورة، نرى في الميزان فعال الكاف مكسورة، والألف قد زادت في كلمة كتاب على الكاف والتاء والباء فتزيد في الميزان كذلك. كتيبة على وزن فعيلة، الكاف مفتوحة يقابلها في الميزان فاء مفتوحة، وزادت عندنا الياء والتاء المربوطة فتزيد في الميزان كذلك. أما المكتب فإنه زاد فيه الميم، وأما الكاف فإنها ساكنة في مكتب، فكذلك تكون في الميزان الفاء ساكنة وهو الذي يقابل الكاف. كتب يقابلها فعل، الكاف والتاء مضمومتان، وكذلك يكون في الميزان الفاء والعين مضمومتان. أما كتاب فإنها على وزن فعال، الكاف مضمومة، وكذلك في الميزان فعال الفاء مضمومة والتاء مشددة، وهي كذلك في الميزان العين تقابل التاء شددت كذلك، وزادت الألف فزيدت في الميزان. كاتب فاعل، زادت الألف والتاء مكسورة لذلك كسرت العين. مكتوب على وزن مفعول، زادت الميم والواو فزدنا في الميزان، والتاء مضمومة فضمت العين في الميزان الصرفي. نشاط آخر: كون من الحروف الآتية كلمات
متنوعة تدل على المعاني المحددة. أعطاني حروف السين والباء والحاء، وطلب مني أن أكون منها ما يدل على وقوع الفعل في الزمن الماضي، وسيكون الجواب سبح. دلت هذه الكلمات على وقوع الفعل في الزمن الماضي. طلب مني أيضا أن أجعلها على صيغة المبني للمجهول، فأقول سبح. وطلب مني أن آتي بصيغة تدل على من قام بالفعل. ماذا يسمى من عمل هذا الفعل؟ من عمل هذا الفعل يسمى سابح. فإذا كان مبالغا سمي سباح. ولما طلب مني مكان حدوث الفعل أتينا بالكلمة على صورة مسبح. فإذا طلب مني ما يدل على وقوع الفعل في الزمن الحاضر سأقول يسبح أو أسبح أو نسبح أو تسبح. مثال آخر، دخل، هاتي هذه الحروف الثلاثة بما يدل على وقوع الفعل في الزمن الماضي، أقول دخل، والمبني للمجهول أقول دخل. وأما إذا أردت أن أعرف أو ماذا أسمي من قام بهذا الفعل أسميه داخل، وللمبالغة أقول دخول. أما مكان حدوث الفعل فإنه يسمى مدخل. وقوع الفعل في الزمن الحاضر سأقول يدخل أو ندخل أو أدخل. وهذا الذي ذكرته يسمى الصرف، وهو تحويل الأصل الواحد، وهو تحويل الأصل الواحد، هذا هو الأصل، إلى معاني مختلفة، إلى أمثلة مختلفة لسبح سبح سابح. هذه الأمثلة المختلفة لتدل على معاني مقصودة، وقوع الفعل في الزمن الماضي، وقوعه في الزمن الحاضر، من قام بالفعل، هذا هو الصرف، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة. لا يمكن أن تحصل هذه المعاني إلا بهذه الصياغة التي ذكرناها، وهذا هو مدخل لمعرفة المشتقات التي سندرسها بحول الله وقوته. وهنا درسان، الدرس الأول اسم الفاعل، واسم الفاعل اسم مشتق يدل على من قام بهذا الفعل، من قام بهذا الحدث. وأما اسم المفعول فإنه اسم مشتق يدل على من وقع عليه الحدث. تأمل معي هذه الصورة، نجد شخصين في هذه الصورة يعملان في هذا الحقل، فهما يحصدان، هما يحصدان. ماذا أسميهما؟ ماذا أسمي من يقوم بالحصد؟ أسميه حاصد، وهما اثنان أقول حاصدان. وماذا أسمي من وقع عليه الحصد؟ أسميه محصود، فالحقل هو المحصود. إذن هكذا أشتق اسم الفاعل واسم المفعول من الأفعال أيا كانت هذه الأفعال. وسنتناول هذين الدرسين معا، أولا من حيث الصياغة والاشتقاق، كيف أستطيع أن أستخرج أو أشتق اسم فاعل أو اسم مفعول من الفعل الثلاثي. من الفعل الثلاثي مثل سمع ثلاثة حروف، كتب ثلاثة حروف، كذلك قرأ، هذا نسميه فعل ثلاثي. كيف أشتق منه اسم الفاعل؟ هذا سهل جدا، أضع ألفا بعد الحرف الأول لتكون على وزن فاعل، فمثلا سمع، كيف أجعلها على، كيف آتي وأشتق منها اسم الفاعل؟ آتي بكلمة سمع على وزن فاعل، سمع سامع. وكذلك كتب أقول كاتب، وقرأ أقول قارئ. كيف أشتق اسم المفعول من الفعل الثلاثي؟ أيضا هذا أمر سهل، بأن أي فعل ثلاثي أجعله على وزن مفعول، فأزيد الميم في أوله والواو تكون قبل الأخير، فسمع تصبح مسموع، وكتب تصبح مكتوب، أما قرأ فإنها تكون مقروء. هذه صياغة اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل الثلاثي.
كيف أشتق اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي؟ ونقصد بغير الثلاثي الفعل الرباعي أو الفعل الخماسي أو الفعل السداسي. عندي مثلا أرسل، هذا فعل رباعي 4 حروف. كيف نشتق من اسم الفاعل واسم المفعول؟ أولا اسم الفاعل واسم المفعول، الخطوة الأولى نأتي بالفعل المضارع من أرسل. اسم الفاعل يكون الفعل مبني للمعلوم يرسل، اسم المفعول يكون الفعل مبني للمجهول يرسل. هذه الخطوة الأولى، نأتي بالفعل المضارع بصيغة المبني المعلوم إذا أردت اسم الفاعل، وبصيغة الاسم الفعل المبني للمجهول إذا أردت أن أستخرج اسم المفعول. الخطوة الثانية، نقلب حرف المضارعة ميما مضمومة. حرف المضارعة عندي الياء، أقلبها إلى ميم مضمومة لأستخرج اسم الفاعل فتصبح مرسل. أما اسم المفعول فإنني أقلبها أيضا ميما مضمومة فتصبح مرسل. ونلاحظ الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول هو في الخطوة الأخيرة، وهي أن اسم الفاعل يكون الحرف قبل الأخير مكسورا، وفي الحرف الأخير في اسم المفعول يكون مفتوحا. هذا هو الفرق بينهما، والسبب أن اسم الفاعل اشتق من الاسم من الفعل المبني المعلوم، واسم المفعول اشتق من الاسم المبني لما لم يسمى فاعله. هات اسم الفاعل واسم المفعول من الأفعال الآتية: سمع. قبل أن أشتق اسم الفاعل أو اسم المفعول أنظر إلى هذا الفعل، هل هو ثلاثي أم غير ثلاثي؟ عندنا الفعل سمع ثلاثي، إذن اسم الفاعل سامع واسم المفعول مسموع. راسل، هذا فعل غير ثلاثي، هذا 4 حروف، إذن آتي بالمضارع منه المبني للمعلوم فأقول يراسل. كيف أستخرج اسم الفاعل؟ أحول الميم، أقلب الميم، أقلب حرف المضارع إلى ميم مضمومة فأقول مراسل. أما إذا أردت أن أستخرج اسم المفعول فإني أقول يراسل بصيغة المبني المجهول ثم أقلب الياء إلى ميم مضمومة فتصبح مراسل. تقدم كذلك هذا أكثر من 3 حروف، إذا آتي بالمضارع منه للمبني المعلوم يتقدم، ثم أحول الميم الياء إلى ميم مضمومة فأقول متقدم. في اسم المفعول أقول يتقدم، وإذا أردت أن أستخرج اسم المفعول أقول متقدم. عندي قال وباع وسار، تلاحظ أنها كلها الحرف الأوسط فيها ألف، وعندنا قاعدة في علم الصرف أن الألف لا تكون أصلية، فإما أن تكون منقلبة عن واو أو تكون منقلبة عن ياء. فكيف أعرف أنها منقلبة عن ياء أو منقلبة عن واو؟ أقلبها فأقول قال آتي بالمضارع منها، أقول يقول يقول، صارت الألف واو. أو أقول قولا في المصدر فرجعت إلى واو. في باع أقول يبيع، انقلبت الألف إلى ياء. أو أقول بيعا فانقلبت في المصدر إلى ياء. سار أقول أسير أو سيرا. إذن هذه طريقة معرفة الألف هل هي واو أو ياء. كيف نأتي باسم الفاعل من هذه الأفعال الثلاثية التي أوسطها ألف؟ نقلب الحرف الأوسط إلى همزة فنقول قائل، وفي باع نقول بائع، وفي سار نقول سائر، وهكذا في مثيلاتها. أما كيف نستخرج اسم المفعول فإننا نستخرج اسم المفعول بأن نعيد الواو فنقول مقول في كلمة قال لأن أصلها واو. أما في كلمة باع فإننا نقول مبيع، وفي كلمة سارة فإننا نقول مسير. يدافع، هذا فعل خماسي فعل مضارع. كيف استخرج منه اسم الفاعل؟
يدافع، هذا أكثر من ثلاثة حروف لأن أصله دافع يدافع. أقلب حرف المضارع إلى ميم مضمومة فأقول مدافع. واسم المفعول آتي بالفعل مبنيا للمجهول ثم أقلب الياء إلى ميم مضمومة مدافع. يخطط هذا فعل مضارع مبني المعلوم. إذا أردت استخراج اسم الفاعل أقلب الياء إلى ميم مضمومة مخطط. واسم المفعول يخطط للمبني المجهول ثم أقلب الياء إلى ميم مضمومة فتصبح مخطط. صنف الأسماء المشتقة الآتية حسب الجدول. الجدول فيه تقسيمان: اسم الفاعل الثلاثي، اسم الفاعل من غير الثلاثي، اسم المفعول من الثلاثي، واسم المفعول من غير الثلاثي. قبل أن أصنف هذه الأفعال أنظر إلى الحرف الأول من هذه الكلمات وأبحث عن الحرف الذي فيه ميم. نلاحظ أن مستغفر أوله ميم مضمومة، مبارك ميم مضمومة، مرسل ميم مضمومة، مهلك مهلكون ميم مضمومة، معفى ميم مضمومة، مهيمن أيضا الميم مضمومة. وإذا كانت الميم مضمومة فإنه لا سيكون مما زاد عن الثلاثي سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول. الآن حددنا هذه مما زاد عن الثلاثي. كيف أعرف أنها اسم فاعل أو اسم مفعول؟ بالنظر إلى الحرف قبل الأخير، إذا كان مكسور اسم فاعل، وإذا كان مفتوحا سيكون اسم مفعول. نلاحظ مستغفرين آخره راء وقبل الراء فاء مكسورة، إذن هذا اسم فاعل مما زاد عن الثلاثي. مبارك أيضا هذا مبدوء بميم مضمومة فهو زائد على الثلاثي، وآخر حرف فيه الكاف وقبلها مفتوح، إذن هو اسم مفعول زاد عن الثلاثي. صاحب هذا يسيرة، صاحب اسم فاعل من ثلاثي. مرسل هذا مما زاد عن الثلاثي، مرسل آخر لام وقبل اللام سين مفتوحة، إذن هذا اسم مفعول مما زاد عن الثلاثي. سابق هذا اسم فاعل من الثلاثي. موصول على وزن مفعول، إذن اسم مفعول من الثلاثي. مهلكون آخرها الكاف والكاف قبلها لام مكسورة، إذن هذا اسم فاعل مما زاد عن الثلاثي. معفى ميم مضمومة وقبلها الأخير فاء مفتوحة، إذن هذا اسم مفعول من غير الثلاثي مما زاد عن الثلاثي. المهيمن آخره نون وقبلها ميم مكسورة، إذن هو اسم فاعل مما زاد عن الثلاثي. وهذه طريقة يسيرة للتفريق بين اسم الفاعل واسم المفعول لمعرفتها، وحتى يعني تستخرج بشكل صحيح أو تمثل بشكل صحيح إن طلب منك التمثيل. وسننتقل الآن إلى التدريبات لكي نرى إتقاننا لهذه المعلومة. يقول: استخرج مما يأتي اسم المفعول وبين فعله. فجعلهم كعصف مأكول. مأكول هذا اسم المفعول لأن أوله ميم ورابعه واو. فعله أكل لأن اسم مفعول مأكول يكون من الفعل الثلاثي المبني للمجهول. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. مبثوث على وزن مفعول، إذن هو اسم المفعول وهو من الفعل بث. بث. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. مفعول وفعله من. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول فعلها سئل. الآن ننتقل إلى عمل اسم الفاعل وعمل اسم المفعول. وقد تقدم معك في دراستك أن اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة تعمل عمل الفعل
في أنها ترفع الفاعل وتنصب المفعول به إذا كانت فعلا متعديا، وذلك في لها ولها حالتان. الحالة الأولى إذا اتصلت بها ال فإنها تعمل من غير قيد ولا شرط، وال هنا تكون بمعنى الذي أو التي أو اللذان. أما إذا لم تتصل بها ال فإنها لا تعمل حتى تسبق بنفي أو نهي أو استفهام أو نداء، يعني تسبق بأربع: النفي والنهي والاستفهام والنداء، أو أن تقع في أربع مواقع عربية: أن تكون خبرا أو تكون صفة أو تكون حالا أو تكون معطوفة على واحد مما ذكر. واسم المفعول مثل ما تقدم يعمل عمل اسم الفاعل تماما بنفس الشروط، وكذلك صيغة المبالغة كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. كيف أعرف المعمول للاسم المشتق؟ لمعرفة المعمول نأتي بالفعل من الاسم المشتق ثم نكمل الجملة. مثال ذلك: هذا قارئ الكتاب. الاسم المشتق هو كلمة قارئ، وآتي بالفعل من قارئ هو قرأ، أقول هذا قرأ الكتاب، إذن المعمول هو كلمة الكتاب. عندي عقد مرتفع ثمنه. الاسم المشتق هو كلمة مرتفع، إيتي بالفعل منه، أقول عندي عقد ارتفع ثمنه، اسم الفاعل معموله هو ثمن، معموله هو ثمن. محمد مسموع كلامه. الاسم المشتق هو كلمة مسموع، وهو اسم مفعول، واسم المفعول اشتق من الفعل المبني للمجهول، فأقول محمد سمع كلامه، فمعموله سمع هو كلمة كلام. بالاستفادة مما تقدم، استخرج اسم الفاعل ثم بين نوع فعله، هل هو فعل لازم أو متعدي؟ وللتفريق بين اللازم والمتعدي فيه ضابطان. الضابط الأول لمعرفة المتعدي: المتعدي يقبل الضمير الهاء والضمير الكاف والضمير الياء، فتقول في ضرب: ضربه، ضربك، ضربني. أما اللازم مثل خرج ودخل وجلس، فإنك لا تقول جلسك ولا تقول خرجك. وكذلك الفعل اللازم ما أستطيع أن آتي بمتعلقه إلا بحرف جر. نأخذ الحل اسم الفاعل من الآية الأولى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كاظمين على وزن فاعلين، إذن الكاظمين هي اسم الفاعل. كظمك وكظمه، كظم غيظه، إذن هذا فعل متعدي. والعافين عن الناس، العافي على وزن فاعل لكن بعد عن الناس جار ومجرور، هنا يكون الفعل لازما. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرين والذاكرات هي اسم الفاعل، ذكرك وذكره، إذن هذا فعل متعد. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، القاسية هي اسم الفاعل، قسى قلبه من ذكر الله، إذا هذا فعل متعد لأنه جاء بعده الجار والمجرور. ولا أقول قساك وقساه، وإنما أقول قسى عليه، إذا اسم الفاعل القاسية، وهو وفعلها قسى فعل لازم. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الظالم هو اسم الفاعل، وأقول ظلمه وظلمك، إذا هو فعل متعد. ونلاحظ أن هذه الأفعال المتعدية قد عملت لأن كل فيها ال، وقلنا أن اسم الفاعل واسم المفعول يعمل إذا كان فيه ال من غير قيد ولا شرط، وال في هذه الجمل بمعنى الذي أو التي حسب الجملة. فمثلا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أي التي ظلم أهلها. حدد اسم الفاعل ومعموله في الجمل الآتية. قال تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها.
اسم الفاعل هو مختلف لأنه أوله ميم مضمومة وقبل الأخير لام مكسورة، مختلف. إذا أردت أن أعرف اسم معموله آتي بالفعل من مختلف، أقول اختلفت ألوانها، إذن ألوانها هي المعمول. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، الكلمة اللي فيها ميم مضمومة وقبل الأخير كسرة هي كلمة مخرج. ولو أردت أن أعرف المعمول أقول يخرج الميت، إذن المعمول هو الميت. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فاقع هي اسم الفاعل، إذا أردت أن أعرف المعمول أقول فقع لونها، إذن لونها هو المعمول. يا مضيعا وقته، مضيعا هو اسم الفاعل. لو أردت أن أعرف المعمول أقول يا من ضيع وقته، إذن المعمول هو كلمة وقت. هذا الإثراء أعطانا جملا فيها اسم فاعل عامل، والمطلوب منا أن نبين سبب عمله. ما حامد السوق إلا من ربح، اسم الفاعل حامد كما هو واضح، ولماذا عمل؟ عمل لأنه سبق بنفي. يا صانعا المعروف، صانعا هو اسم الفاعل العامل، ولماذا عمل؟ لأنه سبق بنداء. هل عارف أخوك قدر الإنصاف؟ اسم الفاعل عارف، ولماذا عمل؟ لأنه سبق باستفهام. القائد محسن تدريبه لجنوده، عندي كلمة القائد فيها ال، لكن ال هنا للتعريف، وعندي كلمة محسن تدريبه، محسن اسم فاعل عامل لأنه وقع خبرا. وقف المخطئ خافضا رأسه، خافضا هو اسم الفاعل، ولماذا عمل؟ عمل لأنه وقع في محل نصب حال. استخرج اسم المفعول مما يأتي وبين معموله. قال الله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس. اسم المفعول هو مجموع، جمع الناس، الناس هو المعمول. وذلك يوم مشهود، مشهود هو ضمير مستتر. والمؤلفة قلوبهم في الآية الثانية، المؤلفة هي اسم المفعول. ألفت قلوبهم، النائب الفاعل هو قلوبهم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة هو اسم المفعول، فتحت الأبواب، إذن الأبواب هي المعمول. ما عاش من عاش مذموما خصائله، ولم يمت من يكن بالخير مذكورا، اسم المفعول مذموما، ذمت خصائله، إذن خصائله هي المعمول. استخرج اسم المفعول وبين سبب عمله. إن قرآن الفجر كان مشهودا، اسم المفعول هو مشهودا، ولماذا عمل؟ هو وقع خبرا، إذن هو يعمل. قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، اسم المفعول مفتح كما تقدم، وهو وقع حال فهو يعمل. المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه. مخبوء هو اسم المفعول ومحله خبر، إذا هو عامل. تولي الدولة الأطفال المستشهد آباؤهم، المستشهد هو اسم المفعول وهو معرف بال، إذا هو يعمل. ما أحرى دعوة المظلوم بالإجابة، المظلوم اسم المفعول وفيه ال، إذا هو يعمل. بالاستفادة من الإثراء المرفق، وهو يجوز في اسم الفاعل الذي تلاه مفعوله أن تنصب هذا المفعول أو تجره بالإضافة، وكذلك اسم الفاعل الذي تلاه مفعوله إما أن تنصبه أو تجره بالإضافة. وقد مر معنا هذا في المضاف والشبيه بالمضاف. وقف المخطئ خافضا رأسه، هذا شبيه بالمضاف، إذا أردت أن أحوله إلى مضاف أحذف التنوين وأحذف الهاء وأجعل مكانها ال، فأقول وقف المخطئ خافض الرأس. يحرم الحاج حاسر الرأس، حاسر هو اسم الفاعل وهو مضاف، إذا أردت أن أجعله شبيها بالمضاف أعيد التنوين فأقول حاسرا رأسه وأجعل الهاء بدل ال
لا تحزن على ما فاتك، فالله مقدر جميع المقادير. مقدر، أحذف منها التنوين وأجعل الكلمة بعد مكسورة، مقدر جميع المقادير. الخطيب مسموع الصوت، مسموع هو اسم المفعول، أجعلها منونا فأقول الخطيب مسموع صوته. عاش طوال حياته مهيبا جانبه، أحذف التنوين وأجعل جانبه بدل الهاء ال، فأقول عاش طوال حياته مهيب الجانب. بهذا نكون أبنائي الطلاب قد أتممنا مراجعة درسي اسم الفاعل واسم المفعول من الوحدة الثالثة. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.